لما وصلت قالوا لي لا راح يكون حجر عليك، وقلت حق الدكتور كان هناك موجود اللي ماسك قسم عيادة المطار، قلت له دكتور أنا باكر دفنة الوالدة، قال لي ما تقدر تطلع. يعني هذا كان أصعب شيء يعني علي صراحة، أني ما قدرت أدفنها الله يرحمها. طبعا هي كانت في غيبوبة بصراحة، لكن كنت دائما يوميا عندنا احنا ساعتين يسمحون لنا المستشفى أن نقدر نقعد، كنت دائما أقعد عندها الساعتين هذه، أني قعد أدعي لها طالعها يمكن تفتح عينها، يمكن في مرات فتحت عينها وكلمتها لكن يمكن ما كانت في وعيها. ف يعني كنت كل يوم، يعني كل يوم انا موجود بالكويت كنت كل يوم عندها، وكنت انا ماخذ اجازه شهر كامل اللي هو كان مرافق مريض، ان كنا بنسافر وياها، بعدين سكر المطار اجرنا طائره خاصه على حسابنا، سبحان الله سكر المطار في جده اجرنا طائره ثانيه، في دبي سكر مطار دبي اجرنا طائره ثانيه في ابو ظبي دفعنا لهم فلوس، وسكر كنا بنوديها مستشفى كليفلند في ابو ظبي، لكن ما قدر الله والحمد لله على كل حال.